على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تعلن انطلاقة هذا الشوط، شوطنا 13 بعد ما تابعنا شوط شاهين للسيد محمد بن حمدان بن محمد بن عامري الاكتبي اللي قدم حضور جميل في الشوط الماضي. نزير مع هذا الشوط وناخذ البداية الأولى والمركز الأول. إذا الشاهنية لا أيضا الشطي بن سالم بن حبالة الاكتبي من يقدم لنا هذا الحضور وهذا التواجد الجميل على بداية هذا الشوط. أبو سالم يقدم لنا هذا الحضور المشرف، بينما المركز الثاني شعار سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، بينما المركز الثالث ثالث المراكز الشاهنية الويهي بن محسن العفاري، بينما أيضا تتواجد الشاهنية للسيد هناك ايضا القادمة مشاهدينا الكرام بهذا الحضور. الشاهنية الويهي بن محسن العباري ايضا حاضرة في مسار هذا الشوط، وايضا التقدم في هذه اللحظة والواصلة على المركز الخامس وصلت في الشاهنية مطر بن سعيد بن عامري تتواجد بهذا الحضور، بينما ايضا التغيير الشاهنية سعيد بن سالم بن بينونة الاكتبي بدأت تتحرك ما شاء الله تبارك الله. تغييرات في هذا الشوط، مسار قوي، تبادل ايضا المراكز، قيادة شعار سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي بدأ يتصدر القيادة، يسيطر أيضا هذا الشعار على مسار هذا الشوط بالتحدي الأول والمقدمة. نعود مع أبو سالم مع شعار بن بينونة لتصدر القيادة. سعيد بن سالم بن بينونة الاكتبي غيرت موازين الشوط، أيضا سيطرة ثنائية، سيطرة ثنائية بن بينونة بن بينونة، ثنائية بن بينونة على الصدارة على المركز الأول والثاني الويهي بن محسن العفاري، ثالثا بالعامري حاضر بقوة، يبقي النقطة الثانية على المركز الرابع بن مصلح بالمحاولة في خامس المراكز، ولكن البداية التحدي الأول السيطرة، هناك الحضور الجميل، هناك الأداء المشرف، هناك المقدمة، غيرت الشاهنية الويهي بن محسن العفاري. أهالي الفوعة، أهالي الفوعة حاضرين، يا سلام، ولكن هنا أيضا
أيضا القادمة الشاهنية لسعيد بن سالم بن بنونة بالعامري. الله 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 الله، لله درك، لله درك يا بن محسن، لله درك على هذا الحضور. ثنائي ثنائي الشعار الذي يتمكن من المركزين على الصدارة، الفوع السلام. أسعد الله صباحكم بكل خير بهذا الفوز والانتصار. الويه بن محسن العفاري، تهانينا والناموس على هذا الانتصار. لحظات الوصول إلى خط النهاية بالمركز الأول والثاني، سعيد بن بينونة سعيدا سالم، سعيد بن سالم بن بينونة على المركز الثالث. المركز الرابع سيد مطر بن سعيد بالعامري. أما التوقيت الزمني 4:56. تهانينا والناموس لسيد الويهي بن محسن العفاري على فوز الشاهنية بهذا الشوط.